السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما وصحة وسعادة. النهاردة خلينا نتكلم في سلسلة اللي احنا كنا بدأناها على حاجة اللي هي قلنا اسمها السرطان بداية الحكاية، او الحكاية الكاملة اللي عايزين نتكلم فيها على المرض نفسه ومن اوله كده. وزي ما قلنا في اول حلقة، الفكرة بتاعت الكانسر اصلا او السرطان بيجي ازاي، ايه الخلايا اللي بيحصل لها، ايه دور الجينات وايه دور العوامل الوراثية في موضوع السرطانات وتكون الاورام وكده. النهاردة خلينا نقول ايه هي العلامات المنذرة او العلامات اللي ممكن نسميها الريد فلاجز، اللي هي لو حصلت او الشخص مننا حس بيها او لاحظها على حد من اللي حواليه، اللي يعني يقول له ان احنا او احنا نفكر في ان احنا نروح نستشير طبيب ونسأله هل العرض ده في مشكلة، او نتقصى ورا العرض ده ونطلب تحاليل ونطلب اشعاعات وكده. اول حاجة من الاعراض المنذرة الكومن او الاكثر شيوعا هي ظهور كتلة. ظهور كتلة في اي مكان ممكن، وطبعا اشهرها هي كتلة الثدي، الكتلة اللي بتظهر في الثدي، لكن ممكن واحد يظهر له ورم او تجمع او كتلة في اي حتة تانية غير الثدي. ممكن يلاقي مثلا عند عظمة، عند ركبه، عند كتفه، في وسط دراعه وكده يعني. فدايما الكتلة من الحاجات اللي بتنذرنا اول حاجة لموضوع الاورام، ولازم نتقصى وراها ونعمل اشعة ونعمل فحص عليها عشان نتأكد ان ده حاجة مش ورم، ممكن تجمع خفيف لشوية خلايا او حاجة كده، وعلاجها هيكون سهل ان شاء الله. من اشهر الكتل اللي بتيجي طبعا تجمع اللي هي الخلايا الدهنيه، اللي احنا حاجه بنسميها لايبوما، ودي حاجه ما بيبقاش ليها سيجنيفيكانت خالص، ممكن ما تتشالش، ممكن تتشال في حالات بسيطه لو عامله مشكله. اما كتل الثدي فدي طبعا ليها الوسائل اللي احنا نكشف عند طبيب مختص، وممكن يطلب مننا ان احنا نعمل اشعه زي السونار وزي الماموجرام، وطبعا ممكن يطلب انواع اشعه تانيه عشان نتأكد من طبيعة الكتلة دي وعبارة عن ايه. ومن اشهر الكتل برضو اللي بتظهر طبعا كتل الغدة الدرقية اللي بتبقى في الرقبة، وساعتها بنبقى عايزين فحص، وطبعا مش دايما بتبقى حاجة ليها علاقة بالاورام، ممكن يبقى تضخم في الغدة وخلاص. انا برضو عايزين نقول ان الاورام السرطانية من مجموع الامراض العامة اللي بتيجي للبشر يعني والبني ادمين، مش نسبة كبيرة. الاورام السرطانية ممكن تمثل نسبة 5% من الامراض. كمان حتى الاورام، في اورام كمان يعني رير جدا او قليله جدا، ما بتظهرش، ما بتبقاش كبيره. احنا بس عشان دايما بنوجه كلامنا للكوميونتي اللي هو بتاع مرضى الاورام او ذويهم او قرايبهم، فبيبقى دايما الموضوع حاسين ان الاورام دي امراض منتشره جدا وامراض بين الناس كتير، لكن لا، الاورام مش بهذا الانتشار، ومش اي واحد مثلا يطلع له كتله او يحصل له اي عرض من الاعراض اللي احنا بنقولها دي يقول لا ده انا عندي ورم، ده انا عندي مشكله كبيره. لا ابدا، لا، في الف مشكله ممكن تفكر فيها قبل ما يجي في دماغك ان في لا قدر الله ورم او حاجه. يبقى أول علامة منذرة هو ظهور كتلة بشكل مفاجئ. الكتلة دي ممكن تظهر في أي حتة في الجسم، ممكن تظهر مثلا في الثدي عند النساء، في الرقبة، تحت الجلد، عند عظمة، أي مكان ممكن تظهر فيه الكتلة. وساعتها من الأفضل إن احنا نستشير الطبيب ونكشف عشان نعرف إيه طبيعة الكتلة، ولو الطبيب عايز أي فحوصات أو أشعاعات عشان يقدر يشخص إيه دي بالظبط. تاني حاجة من العلامات المنذرة المهمة هي النزيف. النزيف الغير طبيعي من اي مكان في الجسم. النزيف احنا عندنا فتحات كتير في جسمنا ممكن يخرج منها الدم، بس خروجه ده بيبقى خروج غير طبيعي، ما عدا طبعا السيدات اللي بينزل عندهم الدورة الشهرية كل شهر، دي حاجة طبيعية. اما نزول الدم من اي مكان فهو علامة ما على ان في مشكلة في المكان ده. ممكن طبعا ينزل دم لا قدر الله، ممكن من المناخير، من الودان، من البق، مع الكحة، مع الترجيع، ينزل من فتحة الشرج، ينزل بصورة غير طبيعية في السيدات، حاجة غير الدورة الشهرية.
نزول الدم ده بيبقى من العلامات المنذرة ان دايما في مشكلة ما. المشكلة دي طبعا زي ما قلنا ان مش اي حاجة، زي ما بقول كده واحد جاب نزيف من مناخيره يبقى عنده ورم مثلا، لا طبعا مفيش حاجة اسمها كده. لكن من الحاجات اللي احنا لازم نتقصى وراها، في حاجات طبعا بتدينا علامات خطورة مع النزيف. طبعا النزيف من فتحة الشرج ده حاجة لازم نعرف سببها، ممكن يبقى بواسير، ممكن يبقى شرخ شرجي، ممكن يبقى اي حاجة، ولكن لازم نتقصى ونعرف ايه هو ده. سواء النزيف من فتحة الشرج كان دم احمر فريش اللي هو ده غالبا بيبقى من الشرخ الشرجي او البواسير، لكن برضو لازم نتقصى ونعمل فحص ونعرف منين ده، او كان لون البراز متغير اللي هو حاجة اسمها ميلينا، او النزيف من فتحة الشرج من الجهاز الهضمي اللي هو فيه لون البراز بيبقى غامق، بيبقى حاجة اسمها طاري ستول او غامق الشكل، لون الاسفلت كده بتاع الارض اسود غامق جدا. وده بيقول ان النزيف يكون من الجهاز الهضمي العلوي، والدم فضل فترة في الجهاز الهضمي ونزل عليه انزيمات ومهضمات فلونه اتغير للون الاسود. فالنزيف من فتحة الشرج ده لازم حاجة نتقصى وراها ونعرف ايه سببها. النزيف طبعا مع الكحة ده ممكن يقول ان في مشكلة في الرئة، لو واحد بيجي كح بيطلع دم مع البلغم لازم نشوف برضو ده سببه ايه. لو واحد لا قدر الله بيرجع دم ممكن برضو لازم نعرف ده سببه ايه، ممكن يكون قرحة في المعدة في الاثنا عشر في الجهاز الهضمي. لو لا قدر الله واحد بينزل دم من مناخيره باستمرار ومن الفتحتين ده برضو نتقصى وراه. وفي السيدات لو في نزيف من الحلمة بتاعة الثدي ده برضو بيقول ان احنا بالذات لو معاها كتلة ده لازم نكشف في اسرع وقت. برضو لو في نزيف عند سيدة انقطعت عندها الدورة من سنتين مثلا، وفي يعني وفي حاجات اكثر تحديدا ان احنا نقول اي نزيف من شبه الدورة الشهرية ويكون مستمر بعد انقطاعها فوق سن 60 سنة، يعني اي واحدة عندها 60 سنة فيما اكثر وكان عندها الدورة مقطوعة من سنتين او اكثر وحصل نزيف من زي الدورة الشهرية من المهبل، يعني لازم برضو نستشير الطبيب لان دي من العلامات اللي لازم نعرف سبب النزيف ده ايه. فتاني نقطة بعد اول حاجة الكتلة، تاني حاجة او الورم، تاني حاجة النزيف. تالت حاجة لو في سرطان الجلد، سرطان الجلد طبعا شائع بس بره مصر، يعني في مصر اقل شوية من بره، يعني احنا في الحالات في بره بتبقى اكتر شوية من مصر. سرطان الجلد بيبقى تغير في الجلد وتقرح برضو مفاجئ كده. طبعا الامراض الجلديه كتير جدا، وفي امراض جلديه شكلها مرعب، يعني في امراض جلديه بتيجي شكلها مرعب وبتطلعش طبعا كانسر ولا حاجه ولا سرطان ولا اي حاجه، ولكن من الحاجات اللي بناخد بالنا منها هو اللي هو تقرح في الجلد فجاه، او ظهور شامه ملونه فجاه، او يكون في شامه ملونه اصلا وتبدا تتقرح او تبدا ترفع عن الجلد كده او تبدا تلتهب. بالذات دي من اكتر العلامات اللي المفروض ناخد بالنا منها، ان حد يكون عنده شامه او وحمه او حاجه وتبدا تتقرح او تبدا تنزف او تبدا توسع. الحاجات دي كلها من الحاجات اللي تخلينا لازم نستشير الطبيب، نروح لطبيب الجلديه ونعرف ايه دي وايه اللي بيحصل لها. ممكن ياخد منها حاجه اسمها سكراتش سايتولوجي اللي هو يكحت حتت منها كده ويحللها ويعرف نوع الخلايا دي ايه. دي حاجة كمان من الحاجات اللي ناخد بالنا منها. يبقى أول حاجة قلنا الكتلة، تاني حاجة النزيف، تالت حاجة تغير في الجلد أو في وحمة جلد كانت موجودة وتغيرت خصائصها. رابع حاجة التغير في عادات الذهاب للحمام. يعني واحد بطنه كان بيعمل حمام زي معظم الناس كل يوم او اتنين، ظهر عنده امساك مفاجئ او اسهال مفاجئ او تغير ما بين الامساك والاسهال. وطبعا انا ما بحكيش على ان واحد مثلا يجيله امساك مره ولا اتنين عشان ما اكلش كويس، او كل اكلات مثلا فاست فود وما اكلش حاجات ملينه، او ما شربش ميه كويس، بالذات الستات اصلا معظمهم عندهم امساك، او اسهال اللي هو يبقى فيه اسهال مستمر فجأة كده من غير انفكشن، من غير ما يكون كل حاجة فيها مشكلة، من غير ما يكون سبب مباشر للإسهال ده أكل بايظ، تسمم، أي حاجة من الحاجات دي. لا أنا بتكلم على تغير يعني عادات الذهاب للحمام بصفة كبيرة وبصفة طويلة ممتدة.
واحد كان عادي وبعد كده فجأة بدأ يجيله إمساك مزمن على مدى طويل، أو بدأ يجيله إسهال مزمن على مدى طويل، أو يجيله شوية إمساك مع شوية إسهال مع وجع في البطن على مدى طويل. طبعا ممكن كمان يصاحبها مثلا فقدان في الشهية أو فقدان في الوزن. الحاجات دي كتركيبة كده على بعض تخلينا لازم نتقصى، ولازم برضو نروح لدكتور طبيب متخصص عشان يعرف إيه سبب التغير ده ونعرف إيه سببه ونبدأ في معالجته. برضو من العلامات المنذرة هو فقدان الوزن بصورة كبيرة. يعني مثلا واحد يفقد وزنه مثلا في 3 شهور، يفقد مثلا أكتر من 20 أو 30% من وزنه خلال 2 أو 3 شهور. ده برضو من الحاجات اللي بتنذر إن في مشكلة. طبعا مش برضو مش طبعا ما يكونش متبع حمية، أو يكون إن هو قاصد إن هو يفقد الوزن. من الاسباب اللي بتفقد الوزن لناس كتير، الناس اللي ممكن يجي لها مثلا مرض السكر من النوع التاني في السن الكبير شويه، سن مثلا 45 او اخر 40 50 60، ده ممكن يفقد الوزن في الاول، بس اول ما بياخد الادويه وبيظبط السكر بتاعه بيرجع يتعدل وزنه تاني. لكن فقدان الوزن مع برضو فقدان الشهية مع ممكن شوية أعراض تانية كده، بس لو واحد فقد وزنه بالذات بنسبة كبيرة من 20-30% على مدى 2-3 شهور، لا برضو دي من الحاجات المنذرة اللي لازم نتقصى وراها ونعرف ايه السبب بالظبط، خاصة لو معاها ألم في البطن، فقدان شهية زي ما قلنا، إمساك، إسهال، أو نزيف من فتحة الشرج، أو تراجيع دم أو حاجة. لازم في الحالة دي برضو نرجع للطبيب ونتقصى حوالين ايه سبب هذا العرض اللي هو فقدان الوزن بنسبة كبيرة خلال مدة قصيرة. يبقى اول حاجة قلنا الكتلة، تاني حاجة النزيف، تالت حاجة تغيرات الجلد، رابع حاجة تغير في عادات الذهاب الى الحمام، رابع حاجة خامس حاجة فقدان الوزن وفقدان الشهية وفقدان الوزن بدرجة كبيرة على مدى قصير. من برضو العلامات المنذرة ألم مستمر، مش بيستجيب للمسكنات في أي مكان، خاصة الوجع اللي بيبقى في المعدة أو في البطن وتبقاش عارف مكانه فين. تلاقي حس إن أنت عندك وجع في البطن كده، نسأل المريض هو ايه اللي بيوجعك بالظبط، يقول لك بص انا مش عارف، انا بطني بتوجعني وخلاص. يعني يحس ان هو بيشاور على الامعاء شويه، بيشاور على بطنه من تحت شويه، بيشاور عند فم المعده شويه، ياخد مسكنات او حاجه الدنيا تخف مده بسيطه وترجع تاني. الموضوع ده برضو بيشير الى ان برضو في مشكله، وبرضو لازم نتقصى او نعمل الاشعاعات والفحوصات عشان نقدر نعرف ايه سبب الالم ده ونعالجه علاج جذري. لان غالبا الالم هو عبارة عن الارم، يعني عن حاجة الجسم بيحاول ينبهك ان في مشكلة ما في مكان ما، عايزين نعرف ايه سببها. فانت بتشوف ايه اللي بيحصل، بتشوف ايه اللي بيحصل في المكان ده عن طريق اشعة او عن طريق فحص، ونبدأ نعرف ايه سبب الالم ونعالجه، لان الالم هو علاجه، هو علاج المشكلة نفسها. برضو من الحاجات العلامات اللي برضو يفضل احنا نتقصى وراها، مثلا واحد بطنه اتنفخت او مالت ميه فجأة، او واحدة برضو بطنها اتنفخت او مالت ميه فجأة، برضو الموضوع ده لازم نتقصى وراه ونعرف ايه سبب الموضوع ده المفاجئ ده، عن طريق برضو الاشعاعات والتحاليل والفحص. تجمع الميه في البطن، او تجمع الميه في الرئة، او تجمع الميه في الرجلين، الحاجات دي برضو من العلامات المنذرة لوجود مشكلة ما لازم تتحل ولازم نتقصى عشان نعرف ايه سببها، سواء كان سببها في القلب او الرئة، سوري القلب او الكلى، او لا قدر الله في مشكلة ما، يعني لازم نتقصى وراها ونحلها. من برضو الحاجات نزول دم في البول او البراز، دايما في حاجة كده اللي هو نزول دم في البول مع وجود كتلة في كتلة، مثلا واحد حس ان في ورم في ظهره او في جنبه كده ناحية الكلى مع وجود دم في البول، دي من العلامات المنذرة لوجود مشكلة في الكلى او في مجرى البول عموما، ودي برضو لازم نتقصى وراها. ايه تاني من الحاجات برضو اللي برضو موضوع الصداع المستمر اللي ما بيستجبش ليه العلاجات والمسكنات العادية، مع
ظهور علامات تانية غير الصداع، مش الصداع بس، يعني يبقى حد عنده صداع ونظره اتغير او نظره بيقل او عنده بليرد فيجن اللي هي حاسس ان هو عينه مزغللة، مع ممكن ترجيع ملوش علاقة بالاكل. يعني دايما الترجيع اللي ليه علاقة بالاكل بيبقى اهون او ليه اسباب مفهومة، ولكن الترجيع اللي ملوش علاقة بالاكل يبقى انا قاعد كده اصلا ما كلتش ولا عملت اي حاجة، او اصحى الصبح كده من غير ما اكون كلت ولا اي حاجة اكون عايز ارجع. الموضوع مش بس الترجيع، هي حاجات كده على بعض، موضوع الترجيع مع موضوع الصداع اللي ما بيستجيبش العلاج، مع موضوع زغللة في العين او تغير في النظر. الموضوع ده على بعض كده برضو يستلزم التقصي ويستلزم ان انا استشير طبيب عشان اعرف سببه. وطبعا لا قدر الله لو في تشنجات كمان، يبقى ده طبعا من الحاجات اللي لازم نعرف سببها عن طريق ان احنا نستشير الطبيب. احنا تقريبا كده لمينا معظم العلامات المنذرة اللي بتحذرنا، لو تخلينا نتقصى اكتر وراء العرض اللي موجود عشان نوصل لتشخيص لا قدر الله يكون ورم او حاجة. زي ما قلنا ان الاورام عموما ما بتمثلش نسبة كبيرة من الامراض، بتمثل حوالي 5%، وكمان دي الاورام الخبيثة والحميدة. الاورام الخبيثة ممكن تبقى لا تتعدى 5% من مجموع الامراض الموجودة، فمش كل واحد يجيله عرض او اتنين من اللي انا قلت عليهم او يحصل له حاجة منهم يقول ان ده مثلا ده ورم لا قدر الله ولا حاجة، لا ابدا. حتى كتل الثدي اللي هي اكثر الحاجات شيوعا، والستات من اكثر الناس يعني اكثر الحال المشاكل اللي بيواجهوها انها تظهر كتله في الثدي تقريبا، يعني الفايبر ادينوما او التكيفات والتكيسات بتبقى اكثر من حوالي 75 ل 80% من هذه التكيسات، وموجود عند حوالي 50% من السيدات هي الفايبر ادينوماز او التكيسات والتليفات الحميده. فما نقلقش، بس احنا بنقول الكلام ده عشان محدش لو حصل عنده مثلا مجموعة من الاعراض دي او الاعراض دي ظهرت عليه او على الناس اللي حواليه او على ابهاتنا وامهاتنا، ان احنا ناخد بالنا ونستشير الطبيب ونكشف وما خاب من استشار. نلم بقى العلامات كلها مرة واحدة كده في الاخر ونلمها في دقيقة واحدة. ايه هي؟ اول حاجة زي ما قلنا ظهور كتلة، تاني حاجة وجود نزيف من احد فتحات الجسم بشكل غير مبرر، تالت حاجة تغيرات في الجلد، في الجلد مفاجأة أو سواء حديثة أو كانت في حاجة موجودة قبل كده واتغيرت في خصائصها، بعد كده فقدان الوزن بدرجة كبيرة في مدة قصيرة، رابع حاجة تغير عادات الذهاب إلى الحمام، حاجة تانية الصداع اللي لا يستجيب إلى علاج، لا يستجيب لعلاج العادي وبيبقى معاه ترجيع او زغللة في العين. حوالي 7 أو 8 علامات منذرة بتقول ان احنا نستشير الطبيب عشان نطمن ونحصل على نتيجة كويسة ونبقى مطمنين على نفسنا وعلى اللي حوالينا. اشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة من موضوع السرطان الحكاية الكاملة، وقولوا لي اي تعليقات في الكومنتس نتكلم عنها ان شاء الله في شرح الموضوع. ان شاء الله الحلقة الجاية نتكلم على طرق التشخيص في السرطان وازاي نشخصه وازاي نتعرف ان ده فعلا سرطان مش اي حاجة تانية. اشوفكم على خير ان شاء الله، ويلا بقى سلام عليكم.